الحقيقة إنه إحنا في دنيا اختبار، وطول الوقت ربنا بيرسل إلينا رسائل، بس مين اللي يعرف يستقبل الرسائل دي بشكل جيد؟ طول الوقت إحنا بنتعرض لبعض المحن، لكن القوي منا هو اللي بيقدر يحول المحن دي إلى منح أو يدرك قيمة المنحة اللي جوه المحنة. كتير من الأشخاص لا يدركوا هذا الأمر، لكن في حكمة إلهية في إن كل واحد فينا يمر بتجربة علشان يتعلم منها درس، علشان يكون شخص مختلف وشخص أقوى وشخص يحقق نجاح ويحقق نفسه ويشعر بالتحقق الحقيقي في الحياة. وده هدفنا على الأرض. إذا كان هدفنا هو إعمار الأرض، فأهم حاجة هو إعمار النفس وفهم النفس وتقدير النفس وتحقيق حالة من خلال هذه النفس. النهاردة احنا مع تجربة مهمة جدا، وهي حالة من حالات التحدي المهم جدا، مش بس تحدي طبيعي انما تحدي واثبات ذات واثبات قدرات في عالم الفروسية. نموذجين الحقيقة من ابطال مصر المهمين، اسراء النجار وبسام ابو جبل، مع اختلاف الظروف الا ان هما الاثنين قدروا يحققوا انجاز حقيقي في عالم الفروسية. الحقيقة انه كان الامر ده بالتأكيد أخذ منهم وقت، بالتأكيد أخذ منهم جهد كبير، لكن كمان أخذ كمان عناية واهتمام كبير جدا من مدربهم كابتن حاتم طه. تجربة مهمة لابد نلتفت إليها، ولابد كمان نسمع الحكمة اللي من وراها ونتعلم منها دروس كتير قوي. تحياتنا لحضراتكم وتحياتي لضيوفي الكرام. أبدأ بإسراء النجار. أهلا وسهلا بك إسراء. أهلا وسهلا، نورانا. وكابتن حاتم طه مدرب الفروسية، أهلا وسهلا كابتن. أهلاً. كابتن بسام أبو جبل بطل الفروسية، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا بطبيعه الحال المفروض ابتدي من بنوتتنا يعني اسراء، واسراء قالت لي قبل ما نبتدي انه هي دارسه ايطالي ألسن، وحاولت اوقعها في الكلام بس طلعت شاطره وعارفه ايطالي، وقالت لي مجموعه من الجمل حفظتها لي. انما عايزه اتكلم على مساله الفروسيه. منطقه التحدي هنا اسراء انه انت من البدايه كان النظر ضعيف شويه. ايه اللي خلاكي تتجهي نحو الفروسية؟ ايه اللي خلاكي تقولي الفروسية مش رياضة تانية، مش لعبة تانية امارسها؟ هو انا في الاول الموضوع بدأ ان انا كنت يعني جمع صدفة ان انا عايزة اجرب ان انا اركب حصان، اجرب كتجربة بس. بعدين بدأت رحت جربت، وبعدين الموضوع عجبني جدا. رغم ان هو كان في الاول، انت عارفه لما تجربي اول حاجه في الاول بتبقى فيها يعني صعوبات، صحيح، او خوف يعني من انت بتبداي في التجربه عموما. بالظبط. فلما جربتها لا، على الرغم يعني الخوف اللي واجهني ده، بس لا يعني الموضوع عجبني فاستمريت فيه. يعني ايه اللي حببك في الفروسيه؟ يعني ناس كتيرة تقول لك زي أصدقائنا كتير يطلعوا الهرم يركبوا حصان أو كده، هم شعرين مع انطلاقة الحصان ده إنهم وكأنهم طايرين. أنت كنت عايز تطيري؟ ما أنا حسيت بدوت لما ركبت الحصان، إن أنت بنطلق بجري بيه، بتحس بسعادة. هو يعني شعور مختلف، إن أنت يعني ما بتعملوش وانت يعني مش على الحصان. انت حاسه بسعاده اكتر وانت معاه. دايما يقولوا ان الخيول بتعلم حاجه وبتترك حاجه في نفس الانسان. هي تركت فيكي ايه؟ تركت فيا، غيرت في شخصيتي جامد، خلتني ان انا اقوى من الاول، بقيت قياديه شويه، اللي هو بدات ان غيرت في شخصيتي عامه، اللي هو بقيتي اقوى اشجع. يعني الناس اللي حوالين مني لاحظوا دوت بعد ما انا بدات في الفروسيه. جميل. طيب كابتن بسام، انا مش هتكلم عن تجربه حضرتك، هتكلم او هتركك انت تتكلم عن التجربه دي. وليه بقول لك انت تحكيها سريعا؟ يعني لانه هي تجربه مهمه، ومهما انا حكيت عنها احساسي بيها بالتاكيد مش زي احساسك انت بيها، وبعدها نتنقل لفكره انه ازاي فروسيه. حاجة تتكلم عن تجربتي الشخصية ولا تجربتي في الفروسية؟ لا يعني عفوا أسفة، لكن لازم أمر على تجربة الحادث وتحولك أنت، والحادث ترك فيك إيه وحولك إزاي؟ هو أنا بفضل الله، أنا عايز أقول لحضرتك الحادثة اللي حصلت لي يعني هي كانت منة من ربنا، مش ابتلاء ولا حاجة. صح. يعني غيرت حياتي كلها بفضل الله للأحسن مش للأوحش. الحمد لله. يعني أنا كان مسار حياتي مش ده خالص. يعني لما ربنا من عليا بالاصابه اللي انا فيها دلوقتي، مسار حياتي كله اتغير للافضل. بس هي قصه طويله قوي، لو حبيت احكيها يعني كبيره او محتاجه برنامج قد ده. والله بص، هو المهم اللي انت طلعت بيه انها انا طلعت بتجربه ايجابيه. الحادث ده ما سابش فيه اثر سلبي، بالعكس هو ساب فيه اثر ايجابي. الحمد لله. ليه بقى في كل الناس اللي حواليا؟ هو فروسيه، هو انا شايف ان هو تحدي مش سهل لاي شخص،
بشكل عام. نعم. وانا كنت حابب يعني اوجه رساله للمجتمع اقول فيها ان اي حد محتاج يعمل اي حاجه مش مفيش حاجه تمنعه غير عقله. لو عقله قال له هتقدر هيقدر مهما كانت بقى ظروفه الجسديه او ظروفه الماديه او ظروفه النفسيه، لو هو قرر يعمل شيء هيقدر يعمله. نعم. فهو يعني اختيار الفروسيه كان هو. ساعات التدريب قد ايه كابتن بسام؟ انا مفترض 3 ايام في الاسبوع، يعني 3 حصص يعني في الاسبوع. طب يعني مسؤوليه كبيره كانت على كابتن حاتم. اه الحقيقة. الاول يعني احكي لنا على التجربه من البدايه كابتن. اسراء جات لك وبسام جالك وعايزين نتدرب فروسيه. بص، هي الفكره ما كانتش قوي كده. هي الفكره ان اسراء جايه، كانت جايه مع اسرتها مع قرايبها يجربوا بس ايه يركبوا حصان هم يعني. وهي وقالوا لي اسراء عايزه تجرب. ده نوع من انواع الترفيه بس كده يعني، ولا اي حاجه خالص. ولا اي حاجه خالص. فانا يعني ما اقدرش اقول لحد لا، اركبي حصان. قالوا لي القصه، فمشيت معاها شويه والدنيا كويسه. فلما جت تاني وتالت مره قلت لها ايه رايك ما تيجي نتعلم حاجه يعني. ف قلت لها كده شفت فيها ايه؟ بصي، في انا كراجل انا في الفروسيه من عندي 7 سنين، في حاجه كده بتحسي ان الحصان هو اللي بيناديلك، مش انت اللي بتناديله، مش انت اللي رايحه له، هو شدك لوحده. فانا حسيت الاحساس ده عند اسراء. يعني انا اللي دخلني الفروسيه حصان، مش انا اللي دخلت له يعني. هو حسيت ان هو حسيت ان هو في البوكس بتاعه بس عمال بيناديني، رغم ان عندي 7 سنين وهو كان حصان ضخم جدا، بس هو حسيت ان هو اللي بيناديني. دي حسيتها عند اسراء، ان هي اللي عايزه، هي عايزه، بس هي عايزه ايه ما تعرفش يعني. هي ان الموضوع بالنسبه لها يعني، خلي بالك احنا بنتكلم في ده، احنا بنتكلم في مستحيل. هو اصلا مستحيل. الفروسيه عينين وايدين ورجلين، هي دي الفروسيه. احنا الحمد لله احنا اخترقنا قاعدتين مهمين جدا في الموضوع. في اعجاز هنا حصل. كل المقاييس. واحنا كمان في 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 وقتنا دلوقتي ان شاء الله شغالين على واحد كمان بطل تاني من غير ايدين، عشان بس تكون كسرت الثلاث قواعد بتوع الفروسيه. عشان زي ما بسام بيقول، هي القصه قصه عقل مش قصه جسد يعني. هي الفكره مختلفه شويه. فاسراء تجاوبت، لقيتها الموضوع، ما انا بقول لحضرتك الحصان هو اللي شددها مش هي اللي رايحه له. فلما بدانا نتعلم حاجه في الثانيه في الثالثه، بدات هي انا طبعا على الهادي خالص، انا بشتغل على الهادي خالص. بعدين لقيت الموضوع لا، هي كده تمام يعني، هي خلاص، هي ده كده ايه، اتضربت بالفروسيه زي ما بيقولوا يعني. فبدات اذاكر بقى، لان ما فيش حالات مشابهه. دي اول تجارب مع حضرتك في التدريب ده؟ دي في مصر وفي الوطن العربي، ودي ثالث حاله في العالم اسراء. فالموضوع ملوش ريفرنس ادي يعني، حاجه ملوش خلفيه يعني نقدر نرجع لها. فبدات اذاكر بقى يعني ايه اتزان، والعين ايه علاقته العين بالاتزان، وطب نعمل ايه. وبدات ان انا اركب حصان، وبدات ان اغمض عيني، بدات اشتغل على الحصان لوحدي عشان اعرف احساسها ايه، عشان تتدرب معاهم يعني. لا، كنت بقى في حاجات بقى انا بشتغل فيها لوحدي انا. لا، لازم اقعد بقى لوحدي كده اغمض عيني واركب حصان عشان تحس، عشان احس ايه الموضوع، الدنيا تبقى ماشيه ازاي. فاسراء لا، تجاوبت بسرعه. بدانا نتفق على شويه حاجات، بدانا نبدا. انا عايز كنت اوصل لمرحله ان هي مش حاجه خاصه، هي مش حاله خاصه. احنا ممكن نوصل لان احنا تمام، احنا زينا زي اي حد. وهو ده كان الهدف الاساسي بتاعنا بتاع الموضوع. فبالتالي هو ربنا كرمنا ان اسراء ما شاء الله عليها هي مجتهده جدا، واسراء بتتجاوب بسرعه جدا، وحابه الموضوع كويس جدا. فساعدتني مع ربنا حبيهم بامكانيات هي مش عندنا، هي عندهم هم اكتر، مديالهم طاقه اكتر، مديالهم فهم اكبر واستيعاب اكتر. يعني هي اسراء انا ما عرفتش اعمل اللي هي بتعمله دلوقتي اصلا. انا ما عرفتش لما شايفة غمضت. شايفه شهاده كبيره من كابتن حاتم. والله لما انا غمضت عيني ما عرفتش يعني. في حاجات ما عرفتش اعملها. فبدات لا، الموضوع بدا في تطور غير عادي يعني. التطور ده، عارفه لما حاجه تجبرك، شخص يجبرك على الشغل بقى. خلاص، هي وصلتني للمرحله دي. انت شكلك كنت حابب تدخل في الحاله دي. يعني انت كنت عايز تدخل التجربه دي فيما يبدو، لان طبعاً حماسك ده يعني. طبعا، ان الموضوع كان بالنسبه لي ليه لا يعني. انا عايز طب ليه لا، تمام. فالحمد لله لا، تطورنا، الموضوع تطور بكتير الحمد لله. بدانا ننط سدود، بدانا نتفق على 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 كودز كده عشان نشتغل بيها، عشان هي تبقى سامعاني بالاتجاهات، بالملفات بتاعت الحصان، بامتى تنط، بالكلام ده كله. بتنط اسراء؟ اسراء بتنطي حواجز؟ ايوه، انا متسجله في الاتحاد المصري للفروسيه وبخش زي اي حد دلوقتي. سامحيني في السؤال، يعني
ازاي بتحسي ان هنا في حاجز او انه المسافه اللي ما بينك وما بين الحاجز متر مترين؟ ما هو اولا هي الاكواد اللي الكابتن بيتكلم فيها اللي احنا قعدنا اتفقنا على من ساعه ما انا هركب الحصان وادخل وابقى على ظهر الحصان ادخل الارض مثلا في بطوله يعني نتمرن عليها في التمرين كل خطوه دي احنا بنتفق عليها بحاجه اللي هو لما يقول لي كذا خلاص تمام. وبعدين بدات خلاص بقى ان انا احفظ ايه احنا بنمشي الارض قبل ما بركب فبنتفق مثلا كام خطوه فانا احفظ كام خطوه هنا يعني بنتفق على كل حاجه قبل ما بندخل وبعدين بنزل معاها. الاكسبشن الوحيد للاتحاد المصري الفروسيه اللي هو سمحنا بيه ان انا بنزل معاها الارض. ده مش مساعده لان انا هي تنزل مع عينيها بس هي مش اكتر من كده. انت عشان يكون صوتك قريب منها في الحلبة صوتي معاها في الاتجاهات بتاعت السدود وامتى وقت النط. ودي الاتحاد المصري الفروسيه بصراحه يعني المهندس حطب واللواء سيد معوض بصراحه هم احتضنونها يعني هم يعني عملوا كل حاجه بصراحه وسجلوا اسراء في الاتحاد المصري الفروسيه وعفوها من جميع الاعباء الماليه يعني مدى الحياه. واسراء دلوقتي يعني بقى ليها بتعمل جولات بدون اخطاء بقت تعمل حاجات كويسه بدات الحكم يحاسبها زيها زي اي حد. هي دي اساس الفكره من الاول. احنا مش عايزين نحسس حد ان في مشكله. هو مش حاله خاصه. لا. هو منسجم مع الجميع وبيؤدي بشكل طبيعي كدا. زي ما قواعد اللعبه بتقول بالظبط كده. ويخش ويخرج وما حدش حاسس باي حاجه. هو دي النقطه اللي احنا كنا عايزين نوصلها في الاول. عايز اوصلها هذا هدفي. هي دي الفكره. بسام له من اسمه نصيب بالمناسبه يعني الحمد لله وشه باسم ما شاء الله. بسام شخص جميل جدا. بسام شاف اسراء. بسام بعت لي على الواتساب على طول ان انا الحاله كذا كذا وانا عايز اتعلم فروسيه وانا هكون تلميذ نجيب. انت قلت لي تلميذ نجيب حاجه كده ان شاء الله هسمع الكلام وكده. انا فورا بدون اي تردد قلت له انا موافق. شوف هتيجي امتى. قال لي تحب امتى. قلت له تعالى بكره. قال لك في واتساب الحاله ايه؟ انا ما اعرفش اي حاجه. يعني انا ما اعرفش هعمل ايه لسه برضه. فجالي بسام وانا ليا يعني حاجات كده بقدر اعرف الراجل ده هقدر اشتغل او هو عايز يشتغل يعني ليها موضوع يعني انا فيها بتامل الشخص شويه في الحته دي بالذات. لا بسام لقيته جاي وبسام عشان يجي لي بيمشي مشوار 70 كيلو بالموتوسيكل بتاعه 70 كيلو. فدي في حد ذاتها كافيه قوي ان هي تفهمني هو جاي لك التمرين اصلا منهك يعني مسافه طويله جاي لحد طويلة وحد عايز. فانا حتى بسام ركبت حصان اول يوم من غير اي تجهيزات من غير اي حاجه بس انا عايز احط الاول حصان انا عايز بس اشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. وتمشينا بس يعني ايه ثلاث اربع خطوات كده قمت منزله قلت له بص بقى يعني تعالى نفكر مع بعض انا ما فيش لسه ما فيش تصور هتعمل ايه. بسام يعتبر الحاله الاولى على العالم دلوقتي. اللي هو في الشورت ليج هو الباتر بتاعه قصير فهو الشورت ليج فده مش موجود. في موجود منه اللي هو اطول شويه بره بيتربط من بيتربط من رجليه. فبسام ما فيش. وبسام ما شاء الله عليه دماغه برده حلوه فبدانا نفكر ازاي نبدا نثبت بسام على الحصان. والقصه بتاعتنا ان احنا ازاي ندور على حصان، ازاي حصان يقبل الموضوع. خلي بالك نفس القصه كانت عند اسراء. الحصان ممكن ما يقبلش؟ في اسراء في حصان يقبل وفي حصان يقبل ويساعد. دي مهم. في حصان بيفهم اللي فوقيه. فاحنا جربنا كده حصان مع اسراء. في فرس اللي هي راكباها دلوقتي اللي هي بتاعتها دلوقتي لا هي اللي بتعمله مع اسراء ما بتعملوش مع حد. خلاص هي حسن ودي صاحبتها فاهمه في كيمياء ما بينهم النهارده. الحصان عنده الحته دي. الحصان بيقدر يفهم الحاجات الكريتيكال قوي دي اللي انا بكلمها فيها ان اللي فوقيه مش شايف. كمان لما بيحبك بيساعدك. نعم. من غير اي حاجه. دي بتفرق برضو ان انت تعملي يعني علاقه حلوه مع الحصان هتلاقيه هو بيساعدك من غير اي حاجه ان هو بس عشان هو بيحبك. يعني بتفرق ان انا ركبت اكتر من حصان في الاول لا اللي هو مثلا حصان ما فيش علاقه ما بينك وما بينه بيبقى تحس ان هو مش قابلك مش بيساعدك. لكن ان انت ما تجربي حد مثلا يعني حصان ارتحتي له تلاقي ان بيساعدك يعني متجاوبه معاكي كويس مش بتعاند معاكي. نعم. عايزه اكمل تجربه بسام سريع. بسام فبدانا ان احنا نبدا نعمل التجهيزه بتاعه السرج بتاعه
بدا يفكر معايا، بدانا انا اشتغل ايدينا احنا بايدينا مع بعض، احنا عملنا الموضوع دون بايدينا احنا، يعني ما اشتريناش حاجات يعني على تجهيز السرج. وبعدين كانت تجربه الحصان، اصل الحصان بيمشي الامر الشغل بتاعه بتاع الحصان ان هو برجل. نعم. فكانت هي دي النقطه بتاعتنا. انه حصان هيمشي من غير الامر ده. طيب اسمح لي كابتن حاتم، هنتوقف بس لحظات مع موجز الاخبار، نرجع نكمل حديثنا مع حضراتكم. وعوده لصباحنا مصري وضيوفنا الكرام ابطال مصر، وعلى راسهم مدرب حاتم طه، ومعانا كمان بسام ابو جبل واسراء النجار. كابتن حاتم، قبل ما نستمع الى المواجيز كنا بنتكلم على تجربه بسام وازاي انها تجربه فريده او الاولى عالميا ده من ناحيه، وكان التفكير ما بين حضرتك وما بين بسام هنقعد ازاي، هنتصرف ازاي على الحصان. بالظبط. فبدانا طبعا نعمل شويه تجارب، وفيها ما اللي بينجح وفيها طبعا اللي كان بيفشل مننا، لغايه لما وصلنا لمرحله ان احنا خلاص بسام كده بقى قاعد مستقر على الحصان. ودي كانت موضوع طبعا بالنسبه لنا مهم جدا، ده كانت اهم حاجه. نعم. وحتى عملنا سيفتي ليه، لان لو قدر الله حصل اي مشكله مع الحصان بسام هيعمل ايه، يعني ازاي يقدر يفك القصه بسرعه، ازاي يقدر يتصرف بسرعه. قصتنا الثانيه كانت الحصان، عايزين الحصان بيفهم وبيحس، عايزين الحصان بيفهم يقدر يستوعب الموضوع ده، لان الامر هيجي له بكرباج، لكن مش ضربه كرباج ضربه جامده، لكن عايز الامر بالكرباج بس. الحصان عشان يفهمه، هي دي كانت الموضوع عندنا يعني. دي كانت الازمه عندنا. سبحان الله ربنا سخر لنا حصان. انا كان عندي حصان هو اصلا كان عنده مشاكل في رجليه، حصان كان عنده مشاكل في رجليه، وقعدت فتره طويله اعالج فيه، حتى جالي الدكاتره قالوا لي الحصان ده ما يتعالجش بالطب، الحصان ده يتعالج بالحب. الله. فالحصان ده حبيته انت يا بسام؟ بحبه فعلا دوتش. ف انا ربنا ألهمني يعني ان هو هيبقى اقرب حد هيفهم القصه دي. فعلا دوج لما بسام بدا يشتغل عليه بداوا يفهموا بعض، لدرجه ان حتى دوج ما بقاش محتاج الكرباج قوي يعني، بقى يعني بسام بقى يقول له يلا يا دوج يلا يا دوج يلا يا دوج يلا، يبدا يشتغل القصه كلها، لغايه لما بدانا نبدا نشتغل ازاي بسام الاول يسيطر على الحصان. شويه بدانا ننط حواجز، حاجز اتنين تلاتة اربعة، لغاية لما دخلنا اول بطولة، بطولة في الحرس الجمهوري، وبسام طلع كلير من وسط ناس كتير قوي ما طلعتش كلير يعني، بسام طلع بدون اخطاء من وسط ناس كتير قوي بدون اخطاء. بس وكانت يعني بسام من الناس اللي هي برضو عانت كتير، وشخص قوي جدا. انا عايزه اسال سؤال وسامحني على جهلي، بس ناس كتيرة ما تعرفش، هو انا دلوقتي وانا راكب حصان رجلي دورها ايه على ظهر الحصان او على جنب الحصان او دورها ايه، وبالتالي نقدر نحس المجهود العظيم اللي بذله بسام في اللعبه دي. اول حاجه الرجل شغلانتها ان هي اصلا هي دي اللي بتمسكك على الحصان. ده هو ده هو ده، هي ما فيش هي 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 اللي بتعمل الثبات، العضلات بتاعت الرجل كلها هي اللي بتمسك في بطن الحصان، في جنب الحصان كله، هي دي اللي بتمسك الفارس، وهي اللي بتدي الامر للحصان ان هو يبدا يمشي. احنا دي ما كانتش عندنا، فازاي بقى نبدا نشتغل على القصه دي. فهي دي كانت دي تحدي كان رهيب جدا يعني. ازاي يا بسام؟ ربنا، انا سالته السؤال ده عشان ادبسك انت في الاجابه. لا هو إزاي؟ هو ربنا بيأهلنا لحاجات احنا ممكن ما نكونش شايفينها. انا لو كنت ما عملتش الحادثه دي وما حصلليش البتر ده، ما كنتش هبقى موجود دلوقتي هنا، وما كنتش بقيت على دوج، وما كنتش يعني ربنا من عليا بحاجات كتيره حلوه يعني، ومن اهمها طبعا موضوع الفروسيه ده. فكره ان انا قاعد على الحصان وفكره ان انا بعمل حاجه ما حدش عملها قبلي، دي كانت طبعا فيها ريسك عالي جدا، وكنت انا يعني كان فيها قلق، مش يعني مش هنكر وكنت خايف. بس هو يعني كنت سايب حمول على ربنا، وكابتن حاتم ربنا يجزيه عني خير كان بيشجعني دايما، فانا وانا بحب الريسك يعني. فهو ربنا اراد ان انا الحمد لله يعني ادخل الرياضه دي، والحمد لله قدرت اعمل فيها. طبعا ده يعني كابتن حاتم كان يعني بنتكلم على كورس ان احنا نعمل كورس نوت سدود كورس كامل، ده كان يعني كنت حاسس ان اخد مثلا 20 سنه عشان اعمله. فضل ربنا يعني احنا بقالنا سنه وتقريبا ونص اهوت، والحمد لله عملت فعلا كورس كبير، ودخلت بطوله اتحاد مصر الفروسيه، والحمد لله اتكرمت من كابتن هشام حطب رئيس اتحاد مصر الفروسيه. يعني حاجات كثيره بتحصل من ورا العقل، بس هو ربنا رايد بيها الحمد لله. جميل، دي رساله مهمه جدا. طبعا جدا. عجبني ايمانك، عجبني ارادتك، وعجبني احساسك بانه اللي انت فيه ده فعلا منحه الهيه
مش نقمه ابدا. لا لا انا والله انا بتكلم حاجات فعلا انا حاسس بيها، لان انا شفتها في كل حاجه انا بمر بيها في حياتي. ما حسيتش ان الموضوع ده بالنسبه لي يعني هو اعاقه، على قد ما يعني على قد ما هو نوع منحه من فضل ربنا عز وجل عليا. جميل جميل. اللهم لك الحمد. اسراء، انا فهمت كده انه ساعات التدريب بتوصل تقريبا بساعه او ساعتين في ثلاث مرات اسبوعيا. قبل التدريب وبعد التدريب في طقوس معينه؟ يعني انا طول الوقت اسمع انه الحصان صعب وبيوجع الظهر وانه المساله دي مؤلمه، عديتي بالمراحل دي ولا لسه طبعاً في متاعب؟ هو طبعا انت بتقعدي ساعه تمرين دوت، لما بتركبي على الحصان انت تقريبا بتشغلي جسمك كله. فكل عضلاتك بتبقي نازله يعني خلاص، يعني جسمك كله بيوجعك. بس طبعا ان انت ما بتتمرني ثلاث مرات في الاسبوع خلاص جسمك بيشد، ان انت ما بتتعبيش التعب اللي كنت بتتعبيه في الاول. بيبقى احسن يعني بعد ما انت بتقعدي فتره، زي مثلا حد بينزل جيم مثلا بيقعد فتره خلاص جسمه فتره الاحمال الاولانيه بتبقى صعبه، انما بعد كده خلاص تمام جسمك بتاعه. بياخد على المجهود اللي انت بتعمليه. انا اتفقت مع اسراء ان هي اللي هتدربني مش كابتن. ان شاء الله. شرفتينا، شكرا جزيلا يا اسراء. اسراء النجار بطله فروسيه، تجربه مهمه وزي القمر، ويا سلام انا متخيلاكي وانت الحقيقه على الحصان حاجه تبهر. ربنا يخليك بجد، ربنا يحميكي وكل التوفيق ليك يا رب. بسام ابو جبل بطل فروسيه، انا سعيده بيك جدا وسعيده بـ 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 بصلتك العاليه دي مع ربنا وقربك منه وايمانك بان اللي احنا فيه ده او اللي انت فيه منحه ربانيه. ربنا يوفقك يا رب. ربنا يكرمك. كابتن حاتم انا مش عارفه اقول لك ايه غير انه يعني مصر تتشرف بيك، مش انا بس اللي هتشرف اني قابلتك النهارده، لانه انت عامل المساله بحب وبتفاني ومش عايز الحقيقه يعني اي جزاء من ورا المساله. انما خليني اقول عن لسانك او اقول عن لساني انا انه مهم جدا ان وزاره الشباب والرياضه تلتفت لاثنين من ابطال مصر، تلتفت كمان الجهد الكبير اللي حضرتك عملته. احنا معانا عناصر مهمه جدا، يعني لابد ان وزاره الشباب تحضنهم وتقدم لهم كل الدعم لانه يستحقوا، الحقيقه يستحقوا. شرفتونا كابتن حاتم طه، شكرا جزيلا قلبي، شكرا جزيلا. شرفتونا، شكرا جزيلا.